الحمام باض اهو يا جماعه بعد 9 ايام بالظبط من العلاج السحري اللي انا استخدمته للحمام الفتره اللي فاتت. ولو عندك اي حمام ما بيبيضش او اي حمام بيبيض بيضه واحده او اي حمام مأخر في البيض وبيتاخر ما بين العش والعش، الفيديو ده مهم جدا ليك. اتفرج معايا على الفيديو ده بالتفصيل، هتستفاد منه جدا باذن الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. طبعا فيديو النهارده من الفيديوهات المهمه جدا، هنشوف فيه حاله عمليه لعلاج جوز حمام كان مريح ما بيبيضش بسبب مشكله كنا شفناها في فيديو من 9 ايام بالظبط. طبعا يا جماعه جوز الحمام اللي قدامنا دولت جوز النتايه السوداء والذكر التايجر اللي قدامنا ده اللي عمال يلف حوالين نفسه ده، دلوقتي ما شاء الله هم لسه بيضين البيضه الاولى همت وعليهم البيضه الثانيه، يعني النتايه لسه عليها البيضه الثانيه. طيب من 9 ايام كده كنا شفنا فيديو كنت عملت فيه علاج للحمام دوت، كان عنده ديدان وطبعا اديته جرعه علاج للديدان، وشفنا في اخر الفيديو ازاي الحمام دوت نزل كميه كبيره جدا من الديدان خلال يوم واحد. طبعا الرف من ساعتها انا لسه ما نضفتوش اهوت، تمام، هم جوز الحمام زي ما هم في مكانهم ما اتحركوش والرف في مكانه ما اتشالش. بص معايا كده، ديدان هي الناشفه اللي كانت موجودة تحت الحمام بعد ما ادينا له أول جرعة لعلاج الديدان. طبعا الديدان موجودة اهيت لسه في الرف، أنا بوريك عملي أهو، تمام أهو. بص هنا كانت كمية كبيرة إزاي، تمام كده، من الديدان اللي نازلة من الحمام بسبب جرعة علاج الديدان اللي اديناها له. طبعا الديدان دي يا جماعة من أهم أسباب قلة الإنتاج. طبعا اللي بقيت اللي في الرف ده زرق متماسك كويس جدا، ده يدل على صحه الحمام بعد العلاج يا جماعه. بص الزرق المتماسك ده كله كده يدل على صحه الحمام، وان الحمام صحته 10 على 10 بعد علاج الديدان اللي اديناه له، وادينا له طبعا مضاد السموم لمده 3 ايام، تمام كده. طيب زي ما شفنا كده، اول حاجه الحمام كان عنده ديدان بكميه كبيره جدا وبالذات النتاج، فلما اديناها علاج الديدان نزلت الكميه الكبيره جدا اللي كانت موجوده جواها دي، ادينا لها جرعه ثانيه ثاني يوم ما نزلتش حاجه خالص، فبفضل الله كده ده معناه ان هي كان عندها ديدان ونزلت من اول جرعه، ما كانتش محتاجه جرعه ثانيه، بس لازم ان احنا نديها الجرعه الثانيه دي ايه؟ احتياطي، تمام كده. طيب بعد ما خدت جرعتين علاج الديدان اشتغلت معاها بمضاد السموم ومنشط الكبد البيطري لمده 3 ايام من بعد علاج الديدان. طبعا بعد 9 ايام من العلاج لقيت النتايه النهارده ما شاء الله بيضه بيضه اهي، وطبعا كسره دي لها يا جماعه عشان عليها البيضه الثانيه، تمام كده. فما شاء الله القص ده اشتغل بعد ما كان مريح ما بيشتغلش، كانت النتايه دي يا جماعه ما بتبيضش وكانت بتاخر فترات طويله جدا، ممكن تقعد شهر وشهرين من غير ما تبيض، وفي الاخر تبيض بيضه واحده، وممكن تبيض البيضه ضعيفه جدا او تبيض البيضه صغيره جدا. فالحمد لله النهارده بعد علاج الديدان باضت بيضه حجمها كويس جدا اهي، تمام وسليمه ما فيهاش اي مشكله، وعليها البيضه الثانيه بفضل الله، فان شاء الله بكره او بعده تكون باضت البيضه الثانيه، تمام كده. طبعا علاج الديدان اللي استخدمته يا جماعه في الفيديو اللي قبل كده اللي عمل المفعول دوت مع النتايه كان اسمه سترات الببرازين بيطري، تمام كده، سترات الببرازين بيطري من اي عياده بيطريه اقول له عايز كيس علاج الديدان سترات الببرازين، هتجيبه وهتحط منه نص معلقه صغيره على كل لتر ميه وتشرب منه الحمام لمده يومين، تمام كده. والفيديو برده موجود على القناه، لو حابب تشوف فيديو علاج الديدان هتلاقي الفيديو موجود على القناه، تمام، خش اتفرج عليه هتعرف منه طريقه استخدام علاج الديدان عملي للحمام. طيب زي ما قلنا كده بنستخدم علاج الديدان، بعد كده مضاد السموم ومنشط الكبد والغسول الكلوي، لو عندنا غسول كلوي بنستخدمه، لو ما عندناش مفيش مشكله. بعد كده بنستخدم محفز الخصوبه، انا والله يا جماعه لسه ما اديتهاش محفز خصوبه وباضت، والله ما خدتش لسه محفز خصوبه وباضت، بس لو عايزين نستخدم محفز خصوبه هنستخدم حاجه زي ايس سيلينيوم بيطري، تمام كده، طبعا من اي عياده بيطريه هتجيب ايس سيلينيوم وتستخدمه 1 سنتي على كل لتر ميه او 5 نقط في بق كل فرد حمام لمده 5 ايام باذن الله، بيجيب نتيجه كويسه جدا جدا في علاج الحمام اللي ما بيبيضش، تمام كده. وطبعا يا جماعه خلينا متفقين مع بعض كده ان الديدان من اهم المشاكل اللي بتخلي الحمام ما بيبيضش او بتخلي النتايه تبيض بيضه واحده او تاخر ما بين العش والعش في البيض، او ان هي تبيض البيض قشرته ضعيفه او تبيض البيض ويتكسر تحتيها، او النتايه يكون حجمها صغير جدا او الذكر برضو يكون حجمه صغير جدا، يعني يكون شائف وضعيف ووزنه خفيف جدا والزغاليل تطلع معاك ضعيفه وخفيفه. وطبعا يا جماعه من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نعرفها ان الديدان بتتنقل للزغاليل وبتخلي الزغاليل تبقى ضعيفه جدا وبتموت وهي صغيره، فلو انت عندك الزغاليل بتموت وهي صغيره وهي بطش كده، مجرد ما تبدا ان هي تجدر ريش ويطلع لها دبابيس ريش
بتضعف بعد كده وتموت، فاعرف ان انت كده عندك ديدان في الحمام، فممكن تكون بتتنقل للزغاليل وهي دي سبب موت الزغاليل. لو عندك ذكر ما بيخصبش فده اساسي ممكن يكون عنده ديدان، لو الذكر عندك ما بيخصبش فممكن يكون عنده ديدان. فعالج ديدان ان شاء الله هتلاقي مشكلة التخصيب اتحلت في الذكر وفي النتاية، وطبعا زي ما قلنا كده مشكلة البيض ومشكلة الحجم والشقفة والخسان وضعف فرد الحمام وموت الزغاليل، كل دي مشاكل يا جماعة مربوطة بوجود الديدان جوه جسم الحمام. طبعا في اسباب تانية كتير بس احنا بنقول على سبب مهم جدا بيغفل عنه كتير من اخواتنا المتابعين وبينساه وما بيهتمش بيه. طيب ايه هو سبب الديدان اصلا او سبب وجود الديدان في الحمام؟ اول حاجة ممكن تكون جاية يعني من خلال طيور تانية، يعني انت لو عندك طيور مثلا مصابة بالديدان او حاملة للديدان في جسمها ودخلت على الطيور عندك واختلطت بيها، عملت زرقة على الاكل، عملت زرقة على المية، طبعا دوت بينقل يرقات الديدان من الحمام المصاب للحمام السليم، او بينقل طفيل الدود او الديدان من الحمام المصاب للحمام السليم، فدي اهم واكتر الاسباب شيوعا. تاني حاجة الاكل الملوث والمية الملوثة، لو انت عندك المكان مش نظيف في زرق كتير في بهدلة كتير والزرق والبهدلة ديت بيوصل لأكل الحمام والمية الحمام ما بتهتمش بالنظافة، فده هيجيب لهم ديدان. تمام كده، فلازم تاخد بالك من الموضوع ده. طبعا بعض الناس اللي بتأكل عيش أو بتأكل حاجات زي كده أو بتأكل مثلا أكل بيت رز وحاجات زي كده ممكن يكون برضو دوت من أهم الأسباب اللي بتنقل الديدان للحمام أو بتجيب ديدان للحمام. فحاول ان انت تظبط كلفة حمامك تكون كلفة متوازنة، تستخدم علاج الديدان مرة على الأقل كل كام شهر كده، يعني مثلا كل 3 4 شهور 5 شهور 6 شهور مره، بحيث ان لو الحمام فيه ديدان تنزل اول باول. طبعا لو انت عندك الحمام فيه ديدان بالفعل بنعالجه لمده يومين ورا بعض وبنكرر تاني بعد 14 يوم. بعد كده زي ما قلنا بنستخدم مضاد السموم ومنشط الكبد والغسول الكلوي، وان شاء الله الحمام بيخف من الديدان الموجوده جواه وبعد كده بيبدا ان هو يبيض باذن الله. وطبعا لو ذكر بيتعالج من مشكلة الترويق وعدم التخصيب، وهتلاقيه برضو بدأ ان هو يشتغل وينتج بإذن الله. ولو عندك الزغاليل بتطلع ضعيفة هتلاقيها ان هي بدأت تتحسن وما بتموتش وهي صغيرة وما بتضعفش وهي صغيرة وتبقى كويسة جدا بإذن الله. فده كان فيديو النهاردة يا جماعة للعلاج، هو عملي من الألف للياء. شفنا مع بعض قبل كده استخدام علاج الديدان وشفنا دلوقتي النتيجة بفضل الله مع بعض اهوت بعد نزول الديدان بعدها بتسعة أيام أو 10 أيام اهو الحمد لله بفضل الله النتاية باضت بعد ما كانت ما بتبيضش وكانت قطعبت. تمام كده يا جماعة، فده كان فيديو النهاردة، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناة جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركة الفيديو عشان توصل الفيديو لكل الناس. ولو عندك اي استفسار او محتاج اي موضوع نتكلم فيه اكتبولي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناة في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.